السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم من جديد في قناة الإمام الأمير رحمه الله العصافير. لسه طالع أكلهم زي ما احنا متعودين، الروتين المعتاد بتاع الإمام ما شاء الله تبارك الله. لقيت قشرة البيضة اهي في أول القفص اهو كده ما شاء الله تبارك الله كده. دول الجوز دول كانوا لسه كنا مصورين الفيديو اللي فات، كان البيض كان ما شاء الله مسود، وكان يعني كان قرب يفقس. طبعا كانت الاجواز كلها يعني مأخرة اليومين الثلاثة الاربعة، فما شاء الله دول لسه هو اول طلع طاحة اهي، لقيتهم ما شاء الله مطلعين اهو اول زغلولة هما بينهم، هما الاتنين ما شاء الله قاعدين اهو. بس بدور على البيضة التانية اهو، ده رقد على البيضة التانية، ادي البيضة اهي بص عليها برضه ما شاء الله تبارك الله. اهي البيضة بتنقر اهي، اهي النقرة اهي، اهي النقرة اهي الخشنة البارزة دي كده ما شاء الله تبارك الله. البطين فيهم كبس وتمام مفهومش اي مشكلة. ودي مطلع اول زغلول اهو، ادي اول زغلول اهو ما شاء الله تبارك الله. طبعا زي ما احنا متعودين برضك ونعيب برضك اللي مخدش باله، قشرة البيضة دي لازم تشال من جنبهم ضروري ساعة ما تشوفها أو تمسكها تقوم جاي فارقها. هما بياكلوا الكالسيوم بتاعها مفيش أي مشكلة فيها طالما ما بتضرهمش أهو أهو، بعمله زي البودرة كده خالص أهو. هما بيبتدوا إيه ينقروه وياكلوه أهو، وبيحبوه جدا يعني. طبعا الروتين المعتاد لازم تطلع اللي انت اهو. بصوا يا جماعة بصوا بياكلوه بتنقي ازاي القشر البيض. طبعا يا جماعة يعني روتين يعني اسم كلمة روتين، الروتين المعتاد يعني كل يوم بتعمل نفس العملية اللي انت بتعملها. اول حاجة بتطلع تقوم جاي مجهز الاكل بتاعك، الكلفة بتاعتك، مجهز الجيركن المية بتاعك، اذا كنت بتطلع فوق السطح او في البلكونة بتجهز كيس اكلك برضك او بتجهز ازازة المية بتاعتك، وتطلع تبتدي تاخد مثلا مربي جوز 2 3 10، تبتدي تبص على الاجواز، تبص على الكبار الدخر والنتاية ايه اخبارهم، كويسين في صحة كويسة، مفيش حاجة كمشانة، مفيش حاجة مثلا راكنة على جنب، مفيش اي مشكلة فيهم كده خلاص. تبتدي لو بايضين مادام رقدة تمام مفيش اي مشاكل خلاص، ما شيلهاش ولا ابص على البيض ولا اي حاجة. لو انت حاسب لها او مش حاسب لها بلاش تبص ايه عليها، هي كده كده اما تفقس هتعرفك سبحان الله، لا اما بين الزغلول لا اما تلاقي مثلا قشرة البيضة، او تبص على الزغلول لو كانت مطلعة حاجة زي كده واقف برضك كويس واكل، لما ترمي له اكل بيبتدي ياكل. انت بقى تقوم جاي مبتدي حاطط الاكل مغير المية وبعد كده تقوم جاي بص مثلا على الجزء اللي بعده كده دول تمام. بصوا يا جماعة كانت قشرة البيض كله ازاي اهو، بعد كده تبتدي تبص الجزء اللي بعده، ادي الجزء اللي بعده بصينا برضك الزغلول ما شاء الله تمام، كان عمال ينقر خلصوا الاكل اهو اهو كده تمام مفيش اي مشاكل فيه. نبص برضك بصة خفيفة، ظهرت معانا اي مشكلة نلحقها، ظهرت معانا اي حاجة بنبتدي ايه نلحق في البدري كده. ننزل برضك على الجزء اللي بعده، ده ايه ده بيبقى ايه شغل الروتين اللي احنا متعودين عليه كل يوم، اللي احنا نكتشف اي حاجة طالما هم كويسين مفيش اي مشاكل، مش كويسين نبتدي بقى ايه نعالج. ادي الجوز اهو ما شاء الله كويسين، والنتاب تاكل والذكر رائد، مش ملاحظين كل ما اصور الفيديو الاقي الذكر هو اللي رائد، الذكر ما شاء الله حنين جدا وعلى طول قاعد على الزغليل وعلى طول بياكلهم. ادي الذكر اهو وراد عليهم، طبعا الجو اللي من دول ساعة زي ما انتوا عارفين فايه لازم يدفهم كده. وادي النتاية بتبتدي تاكل هي، وبعد كده يقوم جايين مبدلين مع بعض. ننزل برضك على مجموعة الشباب، نبص على الشباب في اي حاجة فيهم مشاكل فيهم، مثلا في حاجة كمشانة، في حاجة ضربة حاجة، في حاجة ايا كان اي مشكلة. احنا دلوقتي الروتين المعتاد ان احنا بنبص على المشاكل، مفيش اي مشاكل يبقى كده ايه خلاص مفيش اي حاجة. كده نبتدي نبص على مرحلة 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 كده، وقفص قفص نبص عليهم نشوفهم في اي حاجة. والزغلول ما شاء الله بدأت تلقط اهو، خلاص خلاص اكل العصافير. انا عامة لما يكون في حاجة مطلعة زي كده
برملها في وسط الاكل لاكل عصافير، بحيث اللي هي ايه بتشغلهم كده في التنقير، وبعد كده ايه كل فوراهم بتسوق ايه ياكلوا، دي تفتح نفسهم وبعد كده ايه ياكلوا. ونبص برضك على الجزء التاني مفيش اي مشاكل فيه. كده نخش برضك على مجموعة الشغال، نيجي نبص الحمد لله مفيش اي حاجة، ريش مظبوط، مفيش اي مشاكل، مفيش حاجة كمشانة، مفيش اي حاجة يعني راكنة كده او كده، كله تمام. نبص برضك على الجزء التاني ما شاء الله تبارك الله الزغاليل تمام اهو، وكبروا اهو، سرعة النمو بتاعهم ما شاء الله اليمام سريع النمو على طول. اهو بدأ الريش الاصفر يبتدي البزبيز بتاع الريش الاصلي يطلع، وهيبتدي ان شاء الله يوم ولا يومين نبتدي ايه نشوف الالوان بتاعتهم زي ابوهم وامهم، تبقى ريش خفيف كده صغير. طبعا هي قاعدة كده مدفياهم طبعا لكبر حجمهم، مش عارفة تحضنهم تحتيها، بحيث ان ايه الزغلولين هم بحجم يمامة واحد، فمش هينفع ايه تحضنهم الاتنين، بتحاول ايه تدفي نصهم كده. هما طبعا بيقعدوا يخشوا شمال ويخشوا يمين، الحتة اللي تسقع بيخش بيحاولوا يدفوها يلفوا نفسهم كده. طبعا ذكر وانثى بيبدلوا بعض مع بعض مفيش اي مشاكل، دي تقعد شوية ده يقعد شوية، ده ياكل دي تاكل، دي تأكل ده ده تأكل ده، مفيش اي مشاكل فيهم، اهم حاجة يكون الاكل ايه متوفر قدامه. هو ده الذكر اهو واقف اهو، وادي النتاية. طبعا مفيش يعني حاجة تعقهم او مفيش اي مشاكل، بلاش اللي احنا ايه نمسكهم ونقعد نقلب فيهم، نبص على الزغلول تقل كبر واكل مش واكل، لا انت بنظرتك للحاجة هتلاقيها ما شاء الله تمام. ادي الاكل قدامهم وادي هم واكلين ومأكلين الزغلول، طالما الزغلول واكل هتلاقيه نايم ومفيش اي مشاكل فيه، لو جعان مثلا هتلاقيه بيصوصو، حتى لو صوصو خفيفة هتلاقيه خاسس، هتلاقيه باين عليه التعب، باين عليه اللي هو فيه نقص فعلا حاجة، تبتدي تبص على المشكلة دي. لكن طالما هو كويس مفيش اي مشاكل فيه هتلاقيه قاعد وجسمه مظبوط مش خاسس، ما تلاقوش بيصوصو كده الحاجات دي كلها. وطبعا لو في اي حد عنده اي مشكلة واقف على اي حاجة برضك نتواصل مع بعض في تعليق في اي حاجة، نتواصل مع بعض ونشاور بعض في المشكلة وان شاء الله يحلها، بحيث اللي هو ايه ناخد موسم كويس ونلحق الموسم بتاعنا. زغاليل الشتا طبعا زي ما احنا كنا عارفينها ما شاء الله بتبقى جميلة وتمام مفيش اي مشاكل فيها. واحنا برضك الجوز ده زغلول خلاص بدأ ينقر لوحده وبدأ ياكل تمام مفيش اي مشاكل فيه، بس اللي احنا ايه نستغل برضك اللي هو ايه يبيض ويشتغل وكده. كده الجوز ده هيتنقل الزغلول من عنده والجوز ده هيتنقل الزغلول من عنده. طبعا لما يجي ننقلهم هنقلهم في ايه قفص يكون في ايه نفس السن او اكبر منه بحاجات بسيطة، بحيث اللي احنا ايه ما ندخلش الزغاليل على وش شغل يمام، وش على وش شغل او شغال طبعا بيضربوا فيه بيستعرضوا قوتهم على الزغاليل، فممكن لا يعوروهم لا يموتوهم لا يحصل اصابات، احنا في غنى طبعا على الحاجات دي كلها، عايزين حاجة نمسكها نربيها ناخد منها انتاج، اذا كنت بتحوشهم هتبيعهم اذا كنت هتهدي منهم، الحاجات دي كلها برضك ايه نخلي بالنا منها. ادي اهي بدأت تحضن، نمت على الزغلول خالص ونمت على البيضة، البيضة دي ان شاء الله ممكن على بالليل او بكرة الصبح تلاقي ايه طلع من البيضة. وقت الدكر هو اللي لا الدكر هو اللي رائد والنتاية اللي بتاكل، طبعا هتعرفهم ازاي بقى اقولك يا مامي وعارف انا الدكر والنتاية، مش اللي انا لسه هكتشف فين الدكر وانت لا، سبحان الله كل واحد مربي حاجة حتى لو مع بعض عارف هو الدكر فين والنتاية فين. هبص لك على ده اقولك دكر وانت ادي الوقفة دي النتاية واللي هناك ده الدكر. طبعا ده الروتين العادي بتاع كل يوم اللي الناس كلها بتعمله المربية، هو ياخد الاكل وياخد المية ويبتدي يغير المساء، يحط الاكل في اي مشاكل يحلها، في اي حاجة ناقصة في اليمام يحلها، ده ايه ده بيبقى الروتين المعتاد. طبعا متنسوش بقى اللايك والشير والاشتراك في القناة ليوصل كل جديد. شكرا ليكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.